جائزة أفضل مصمم أزياء لعام 2020. مصمم الأزياء المصري العالمي هاني البحيري. مساء الخير. أول حاجة أنا سعيد جدا أن سنة 2020 بتنتهي بطبطبة كده من عند رب العالمين، أنها بيدينا جوائز وأن الأفضل 2020 كمصمم أزياء كان أحسن مصمم أزياء. شكرا جدا لمجموعة وشوشة، شكرا جدا أستاذ علاء الكحكي، حبيبي أحمد الهواري القائم على النجاح الجميل ده، ربنا يديك العمر والصحة. بهدي الجائزة دي لأمي ربنا يديها العمر والصحة، هي العمود الفقري لحياتي ولنجاحي، ربنا يشفيها إن شاء الله يا رب العالمين. شكرا شكرا سهاني البحيري، ألف مبروك.